استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لصاحب الجلالة الملك المعظم واللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في قصر الصخير مساء أمس معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية وسعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل رئيس جهاز المخابرات الوطني وكبار ضباط قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني. وفي بداية المقابلة رفع الجميع إلى جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أسمى آيات التهاني والتبريك بمناسبة شهر رمضان المبارك ضارعين إلى المولى عز وجل في هذا الشهر الكريم أن يحفظ جلالته ويرعاه وأن يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على جلالته بوافر الصحة والسعادة ودوام العافية والعمر المديد وعلى مملكة البحرين وشعبها الكريم بالأمن والأمان والازدهار والرخاء تحت قيادة جلالته الحكيمة. وقد بادلهم جلالته أيده الله التهانية بهذه المناسبة الجليلة رجيا الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على الجميع بالخير والبركات والمسرات. وأعرب جلالته رعاه الله عن فخره بجميع منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهازي المخابرات الوطني والأمن الاستراتيجي شاكرا ما يبذلونه من جهود كبيرة ومخلصة لحماية وحدتنا الوطنية وتطبيق القانون والذود عن المكتسبات والإنجازات التي حققتها البحرين وشعبها الوفي. كما أشاد جلالته بالتعاون والتنسيق المشترك بين قوة دفاع البحرين والأجهزة الأمنية معربا عن اعتزازه بترابط وتماسك أهل البحرين جميعا والنابع من وعيهم بأن المسؤولية مشتركة في البناء من أجل نهضة الوطن وأمنه. وخلال اللقاء تشرف اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبد الله الخليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني بتسليم جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله شهادة تسلم مملكة البحرين أول طائرة مقاتلة من نوع F-16 بلوك 17 وهي أول دولة في العالم تتسلم هذا النوع وهو من أحدث الطائرات المقاتلة في العالم. وأشار جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أيده الله إلى ما يتميز به منتسبو قواتنا المسلحة من كفاءة عالية والتعامل مع أحدث الأسلحة المتطورة والذي يعكس ما يتمتع به أهل البحرين من مواكبة مختلف العلوم الحديثة في العالم بكل مقدرة وكفاءة وحققوا من خلالها العديد من الإنجازات الكبيرة في مختلف المجالات. وأضاف جلالته أن قواتنا المسلحة الباسلة تحمي الإنجازات الوطنية وتعزز الأمن والأمان لمواصلة التنمية الوطنية الشاملة بمعنويات عالية انطلاقا من وعي أهل البحرين وإخلاصهم لوطنهم في إطار الأسرة الواحدة المترابطة وإن قواتنا المسلحة ستواصل بإذن الله مسيرة التطوير والتحديث في كافة أسلحتها. وأبلغ جلالته الحضور بنقل تحياته وتهانيه بهذا الشهر المبارك للرجال البواسل في مختلف مواقع عملهم المشرفة داخل البلاد وخارجها داعيا جلالته المولى تعالى في هذا الشهر الفضيل لشهداء الوطن البواسل بالرحمة والمغفرة وأن يسكنهم فسيح جناته.